أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المنافقون والمنافقات بعضهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا
بخلاقه فاستمتعتم بخلاقكم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم.